في الحقيقة أنا جيت هنا عشان أدرس علاقات دولية في جامعة لندن. أنا شفتها من أحسن الجامعات على مستوى العالم، الدكاترة على مستوى احترافي عالي جدا، النظام هنا كويس جدا وبيساعدك إن أنت تتأقلم بسرعة، نظام مش معقد، بالإضافة إن لندن من أحسن الدول على مستوى العالم ومن أكتر الدول المتنوعة في الثقافات، وإنك ممكن تقابل بني آدمين من دول العالم كله، وإنت ممكن تاخد فكرة أو خلفية عن كل دولة وعن نظامها وعن نظامها السياسي وعن نظامها الاجتماعي وعاداتها وتقاليدها. في الحقيقة يعني تجربة من أحسن التجارب اللي ممكن أمر بيها في حياتي.